ميرا بتلعب دور فيفي تاني مرة. ميرا بدور فيفي سين 14 تاني مرة. أكشن. مساء الخير، أنا المسافر كريم بدر. حس كده بقى، يبقى أهلا وسهلا فيك بالجو. Put your seat in the upright position ونهارك معنا يحلى. ممكن تسيبك من البوزيشن وتكلمينا شوية عن نفسك؟ أنا حياتي مليانة اختيارات، كل يوم رايحات وجيات، طلعات ونزلات، يعني كلها مطبة. يعني انت طول النهار كده طلع نزلة نزلة طلع، دي حاجة مرهقة. قوي قوي، طول النهار بفضل رايحة وجاية، أزق وشد أصب وأكام. وليه المجهود المضني ده كله؟ عشان أوصل للهدف الكبير اللي هو 30,000 قدم أو 30,000 جنيه جائزة الفوازير. احكي لي عن ركابك. أول ما الواحد منهم يجي ناحيتي بشاور له على الكرسي. وبالنسبة لحقيبة الراكب؟ بشرها له فوق الكرسي. وللحفاظ على وضعية الراكب؟ بربطه في حزام الكرسي. وسيلة التخاطب بينك وبين الراكب؟ بصباعه والزر عند الكرسي. وفي حالة نعاس الراكب؟ قوي قوي، برجع له ظهر الكرسي. وإذا ما استفرخ الراكب؟ الكيس قدامه في الكرسي. طب وإذا ما أصيب الراكب بانتفاخ؟ من فضلك بقسم ده شوف شغلي. على الركاب كريم بدر وجورج شلبي وأدم مكاوي سرعة التوجه إلى كابينة الطائرة. ليديز أند جنتلمان، نرحب بكم على متن كراسيكم المجهزة بكل وسائل الريلاكسيشن علشان نوصل الديستنيشن ونلعب استيميشن في آخر الممر. حمام مشترك، يعني حمام مختلط، يعني حمام مزدوج، التشطيب سوبر لوكس على المفتاح، المية سخنة، المية باردة، قاعدة متينة، جهاز طرد جديد، وانا احذركم من قوة الشفط. وبالنسبة لمخارج الطوارئ عندكم كم مخرج؟ الاخ اللي ورا ده رايح جاي رايح جاي، خيالتنا. ايه ده بقى عمو الطيار مش عارف يسوق؟ عندي مش مخرج واحد لكن 8 مخارج متوزعين فوق وتحت وشمال ويمين. يلا مع بعضينا، فوق تحت شمال يمين. شد القناع على المطاطي. المطاطي؟ طب والحل التاني؟ الحل التاني انفخ في الجليد الهوائي. اوف اوف. طب والحل التالت؟ هلك تاني، اكتب وصيتك واجري على الحمام مشترك. استنوا شويه، خدوني معاكم. رايحين فين؟ رايحين فين؟